الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا لقاؤنا الأخير في هذه الدورة، نتحدث فيها عن شيء من أحكام المعاملات المصرفية. وكان من أواخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بخطاب الضمان، وذلك أن المصارف تعطي خطابا للمقاولين وأصحاب الأعمال من أجل أن يقدموه للجهات التي تريد أن تنجز مشروعا من المشاريع، ليبين لهم ملاءة هذه الجهة المشتغلة بالمقاولات، ويكون البنك ضامنا لما يحصل من نقص أو تقصير ضمانا ماليا. والضمان وخطاب الضمان على أنواع ثلاثة. النوع الأول، إذا أودع المستفيد من خطاب الضمان المبلغ المالي المضمون كاملا، ففي هذه الحال يكون الضمان الخطاب بمثابة تعريف بأن صاحب المشروع قد أودع المال الذي يمكن التعويض منه كاملا، وفي هذه الحال يصبح خطاب الضمان بمثابة التعريف بوجود المال الذي يمكن أن يحصل الضمان منه، وحينئذ لا بأس أن يؤخذ أجرة على هذا الخطاب. وفي الغالب أن المصارف تكتفي بإيداع هذا المال في حساباتها على أنها تقوم بالعمل به والاتجار فيه، ومن ثم يكون وضع المال في هذه الحال بمثابة تغطية كاملة للخطاب. والنوع الثاني من أنواع الخطابات، إذا لم يكن هناك أي تغطية مالية من قبل المستفيد من خطاب الضمان عند المصرف، وفي هذه الحال تكون المعاملة نوعا من أنواع الضمان. وحينئذ هل يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة على هذا الخطاب؟ جماهير أهل العلم لا يجيزون أخذ الأجرة في هذه الحال، لأنهم يقولون بأن الضمان تعهد بسداد المال، فكأنه متى أخذ أجرة على ذلك التعهد يكون قد دفع 100 واستوفى زيادة بوقت مؤجل، فيكون نوعا من أنواع المعاملات الربوية. والنوع الثالث من خطاب الضمان ألا يكون جميع المال مودعا، وإنما يكون جزء من المبلغ المضمون مودعا وجزءه الآخر غير مودع. وهذا يقع على نوعين. النوع الأول، إذا كان بدون أجرة، إذا كان الضمان بدون أجرة ولا مقابل مالي، فهذا جائز ولا حرج فيه، وحينئذ يكون هذا التعامل مما يخرج على ما يعرف عند العلماء بالضمان الذي هو ضم ذمة إلى أخرى. والصورة الثانية في هذا النوع، ما لو كان هناك إيداع لجزء من المبلغ المضمون وقام المستفيد بدفع أجرة للمصرف من أجل هذا الخطاب. وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، فمنع من دفع الأجرة أكثر المعاصرين، وأجاز ذلك طائفة، قالوا بأن الضمان حينئذ أن الضمان حينئذ إنما كان على جزء
من المال الذي تعهد المصرف بدفعه عند حصول مقتضيه. قالوا: وفي الغالب أنه لا يلزم البنك بدفع جميع ما تضمن البنك بدفعه في خطاب الضمان، وإنما يدفع ما يقابل ما يكون من خسارة أو تقصير أو نحو ذلك. وبالتالي قالوا بأن ما أودعه المستفيد يقابل ما سيقوم البنك بدفعه. ومن المسائل المتعلقة بالمعاملات المصرفية ما يتعلق بأنواع الأوراق المالية، فهناك العديد من الأوراق التي يقوم الناس بتحريرها تتعلق بالمصارف، من تلك الأوراق الكمبيالات التي يسجلها الإنسان على نفسه بمثابة التعهد بأنه سيقوم بدفع مال عند حلول أجل أو عند القيام بعمل. وهذه الكمبيالات في الغالب تكون بين ثلاثة أشخاص، بحيث يقوم شخص بتحرير هذه الكمبيالة والمستفيد منها آخر والضامن لدفع المال المصرف ونحوه، فتكون بمثابة الحوالات المالية. ومن أنواع الأوراق المالية ما يعرف بالسند لأمر، وهذا السند هو بمثابة تعهد أيضا، يقترض شخص من آخر مالا أو يشتري منه سلعة ويحرر له سندا بأنه سيقوم بدفع ثمنها أو برد هذا القرض في وقت محدد أو عند الوفاء بعمل، فيكون هذا من قبيل التعهد الذي يضمن به الشخص دفع مال عند وجود سببه. ومن أنواع الأوراق المالية الشيك الذي يكتبه الإنسان، والشيك على نوعين، فالشيك ورقة مالية يسجلها شخص لآخر من أجل أن يتمكن من مراجعة المصارف لأخذ ما حرر في ورقة الشيك. والشيك على نوعين، النوع الأول ما كان مسجلا وقد قام البنك بضمان دفعه، فهذا كثير من الفقهاء اعتبره بمثابة القبض، وذلك أنه قد جزم بوجود المال الذي سجل في الشيك عند المصرف، وبالتالي اعتبروه بمثابة قبض ذلك المال. والنوع الثاني ما لم يوجد فيه تحرير من البنك بأن المال المسجل في الشيك قد حصل في المصرف، فهذا بمثابة التحويل، لأنه قد يكون له مقابل مالي وقد لا يكون له مقابل مالي، وبالتالي يعتبر بمثابة التحويل، وحينئذ لا يكون قد اعتبر قبضا، وذلك لأنه قد يتمكن من سحب الشيك باسمه من استلام المبلغ المودع فيه وقد لا يتمكن منه. ومن المسائل التي تتعلق بالمعاملات المصرفية البطاقات التي تسجل وتكتب من الجهات المالية وخصوصا المصارف، وهذه البطاقات على أنواع متعددة، فمن تلك البطاقات ما يسمى ببطاقات الصراف، وهي التي يتمكن الإنسان بها من مراجعة مكائن الصرف لاستلام مال مودع عند البنك من خلال هذه المكينة
أو يقوم بتحويل المال لأصحاب حسابات بنكية آخرين، فيكون هذا من قبيل استيفاء الإنسان للقرض الذي أعطاه البنك في الودائع البنكية، أو من قبيل تحويل المال إلى آخرين. ومن أنواع البطاقات ما يسمى ببطاقات التخفيض، وذلك أن المصرف قد يتفق مع عدد من المحلات على أن يقوموا بالتخفيض لمن جاءهم ببطاقة من هذه البطاقات. وبطاقات التخفيض على أنواع متعددة، فمن بطاقات التخفيض ما لا يكون في مقابلة مال مدفوع، وإنما يعطى لشخص من أجل أن يحصل على هذه الميزة في التخفيض بدون أن يدفع مالا، فهذا بمثابة ورقة التعريف التي تعرف بأن الشخص مستحق لهذه التخفيضات، ومثل هذا لا حرج في التعامل معه. ومن أنواع البطاقات البطاقة التي تمكن الإنسان من دخول سوق مشهور بالتخفيض، فيكون هناك سوق تجاري، وهذا السوق يدخل فيه أصحاب البضائع ويقومون بتخفيض أثمان هذه البضائع، ولكن هذا السوق لا يتمكن أحد من الدخول فيه إلا بشراء بطاقة تمكن من الدخول، فهذه البطاقات لا بأس أيضا في شرائها لعدم ارتباطها بالشراء. والنوع الثالث إذا كانت البطاقات بطاقات التخفيض ذات قيمة وثمن بحيث تباع بمبلغ مالي، وبالتالي يحصل الإنسان على التخفيض، فهذا النوع من أنواع بطاقات التخفيض أكثر الفقهاء المعاصرين يرون المنع منه وعدم جوازه، وذلك أنه تعامل مجهول المآل، فقد يتمكن من الشراء وقد لا يتمكن، وقد يحصل على التخفيض وقد لا يحصل، ولذلك رأوا أنه من أنواع المعاملات التي فيها غرر، فمنع أكثر الفقهاء المعاصرين منها. قالوا وفيها شبه من معاملات القمار، فإن القمار دفع مال متيقن منه في مقابل لا يتأكد من حصوله. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب العمل في البنوك، هل يجوز للإنسان أن يدخل في العمل فيها أو لا؟ وهذا يجعل من أراد الدخول في مثل هذه الأعمال يبذل الأسباب للتأكد من طبيعة العمل الذي سيقدم عليه، فإن الأعمال في البنوك على ثلاثة أنواع. النوع الأول عمل لا يشتمل على محرم ولا يكون في ثناياه أداء معاملة محظورة في الشرع، فمثل هذا العمل لا بأس من الدخول فيه وأداء الأعمال فيه وأخذ الأجرة عليه، وذلك أنه يدخل في النصوص التي وردت بإجازة معاملة الإجارة، فإن من أنواع الإجارة الإجارة على أداء عمل. ومن المعلوم أن إجارة الأعمال على نوعين، إجارة عامة بحيث يكون العامل قد تعوقد معه على أداء عمل، وإجارة خاصة بحيث يكون العقد على مدة، يكون صاحب العمل مالكا لأداء هذا العامل في هذه المدة، والعمل في هذه الحال من الإجارة الخاصة
وليست من الإجارة العامة. والنوع الثاني من الأعمال في المصارف ما يؤدي فيه الإنسان عملاً محرماً، كما لو كان يكتب عقود الربا أو كان يسهل شراء البضائع المحرمة، فهذا العمل عمل محرم ولا يجوز للإنسان الإقدام عليه، والأجرة التي أخذها نظير هذا العمل لا يجوز له الانتفاع بها ولا استعمالها، وذلك أنها أجرة محرمة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة في الخمر، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. والنوع الثالث من أنواع الأعمال في المصارف أن يكون العمل ليس مشتملاً على أمر محرم، لكنه يعين على الأمر المحرم، كما لو كان يحضر الأوراق التي تسجل عليها العقود، ومنها عقود مباحة وعقود محرمة. فهذا النوع من أنواع الأعمال في المصارف للعلماء فيه نظرات مختلفة، والأظهر في مثل هذا أن هذا العامل يستحق أجرة المثل، وذلك أن أصل العمل ممنوع منه في الشرع لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولكنه قد أنجز عملا أصله على الإباحة ومن ثم استحق أجرة المثل. ومما له نظير في هذا عمل المحامي في القضايا البنكية، فإن المحاماة في قضايا البنوك على نوعين: إن كانت محاماة من أجل استخلاص حقوق شرعية جاء الشرع بجوازها وإباحتها فهذا عمل جائز، وهو نوع من أنواع الإجارة، ويسمى عند الفقهاء الوكالة في الدعوى. والنوع الثاني إذا كان عمل المحاماة من أجل استخلاص مال قد جعل نظير معاملة محرمة، كما لو كان المحامي يترافع من أجل الحصول على الزيادة الربوية أو ثمن الأمور المحرمة، فهذا النوع من أنواع أعمال المحامين من المحرمات التي لا يجوز للمحامي أن يدخل فيها. وقد قال الله جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما، فهذا المحامي يخاصم عن خائن لمخالفة ذلك المدعي للأحكام الشرعية، ومن ثم لا يجوز الترافع عنه ولا التوكل في مثل هذه الدعاوى عنه. وهذا المحامي قد أعان على باطل، ومن ثم لا يستحق الأجرة التي يحصل عليها ويجب عليه أن يتخلص منها. فعمل العامل والموظف الذي يؤدي أعمالاً محرمة ككاتب عقود الربا والمحامي الذي يترافع عن أمور محرمة في الشرع لا يجوز له أن يستحل هذا المال، ولكنه لا يعيده إذا أدى هذا العمل، لا يقوم بإعادته إلى المصرف، وإنما يتخلص منه في الطرق التي يعود نفعها على الجميع بنية أن يتخلص منها. ومن المستحسن أن توضع في أمور الضرورات، كما في عمليات كما في العمليات التي يحصل بها حفظ الإنسان، فالعمليات الطبية التي تكون سبباً لحفظ حياة الإنسان هي من أمور الضرورات، وبالتالي يودع المال في أمور الضرورات،
والضرورات تبيح المحظورات على ما هو متقرر شرعا لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسائل الإيداع في البنوك الربوية، وهذا الإيداع على أنواع. النوع الأول إذا كان الإيداع في حسابات الربوية يعود على صاحبها بزيادة مالية معلومة محددة، فهذا نوع من أنواع الربا، ويدخل في النصوص الواردة في التحذير من الربا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والنوع الثاني الإيداع في الحسابات الجارية بحيث لا يستحق الإنسان به ولا يلزم البنك قضاء بأن يدفع هذه الزيادات الربوية، فهذا النوع من أنواع الإيداعات في الغالب أنه يمكن البنك من معاملات ربوية. ولذلك كان كثير من فقهاء العصر يفتي بالمنع من إيداع هذه الأموال في هذه البنوك لئلا يكون ذلك سببا من أسباب استعمال هذه المصارف لهذه الأموال في المعاملات الربوية الممنوعة شرعا. وحينئذ على الإنسان أن يبحث عن المصارف التي تتوخى العمل بشرع رب العزة والجلال. وقد يقول قائل بأن هذه المصارف التي تنتسب للإسلام أو يكون عندها هيئات شرعية يكون عندها معاملات محرمة، فنقول: فرق بين من يظهر التعامل بالربا ويجعله في دعاياته ويدعو الناس إلى التعامل به، وبين من كان مخفياً لهذا الأمر لا يظهره ولا يعلنه بل يتبرأ منه ولا يذكر في دعاياته شيء من المعاملات الربوية الممنوعة شرعا. وحينئذ فرق بين من أظهر المحرم وأعلن عنه ومكن الناس من الدخول فيه، وبين من كان يخفيه ويتبرأ منه. وحينئذ نعلم أنه ينبغي أن يفرق بين مسائل المصارف، فإن المصارف على ثلاثة أنواع: مصارف تكون أعمالها قد توخي فيها التعامل الشرعي بحيث لا تقدم على معاملة إلا إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على إباحتها وإجازتها، أو كان الحكم فيها قريبا من الاتفاق. فمثل هذه المصارف إذا وثق الإنسان منها ومن القائمين عليها فإنه لا بأس أن يتعامل معهم، ولكن ينبغي ويحسن أن يسأل عن حكم هذه المعاملات شرعاً واحدة واحدة. والنوع الثاني من أنواع المصارف ما لا يتحرى المباح الشرعي فيقدم على المحرمات من المعاملات كما يقدم على المباح منها، فمثل هذا يجب على من يريد أن يتعامل معه أن يتوخى الحذر في أنواع التعاملات التي تكون معه لئلا يدخل في باب من أبواب الربا أو المحرمات، فيكون هذا من أسباب إقدامه على فعل محرم. ويجب على الإنسان حينئذ أن يتحرى عن كل معاملة يريد أن يجريها مع هذا النوع من أنواع المصارف. والنوع الثالث من أنواع المصارف ما يكون مشتملاً على معاملات
مالية وقع الاتفاق على حلها وإباحتها، وكذلك يتعامل مع المعاملات التي يقع فيها اختلاف إذا كانت الهيئات الشرعية لديها تقوم بإجازتها. فمثل هذا النوع ينبغي بالإنسان أن يتحرى فيه من جهتين: الجهة الأولى جهة الإباحة الشرعية، والجهة الثانية جهة مطابقة الفتوى لنوع التعامل الذي يتعامل به ذلك المصرف. وحينئذ نقرر أن المصارف بمثابة الأشخاص، فإن الشخصية الاعتبارية قد ورد لها أصول شرعية تدل على أن الاعتبار الشخصي لا يقتصر ولا ينحصر في أفراد الناس، وإنما يوجد هناك شخصيات اعتبارية مثل الشركات والمصارف ونحوها. ومن ثم فتعامل الشخصية الاعتبارية بمحرم وأمر مخالف للشرع لا يعني أن جميع معاملات ذلك المصرف تقع على مثل ذلك، وبالتالي لا يلزم الإنسان أن يدع جميع التعاملات المتعلقة بذلك المصرف. فإن من تعامل بالمحرم يجوز للإنسان أن يتعامل معه بمعاملة مباحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع أنهم كانوا لا يتورعون من الربا، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام شعير أخذه لأهله. فهنا تعامل مع صاحب تعاملات لا يتورع صاحبها عن أن يدخل في أبواب الربا، لكن التعامل الذي أجراه كان تعاملا مباحا في الشرع، فحينئذ جاز التعامل معه. وهكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى اليهود ويقبل ضيافتهم ويأكل من طعامهم مع أنهم لا يتورعون مع الربا، لا يتورعون من الربا خصوصا مع أشخاص العرب الذين يسمونهم باسم الأميين. وهنا قاعدة متعلقة بهذا الباب يذكرها علماء الفقه، ألا وهي قولهم بأن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات. فهذا المال الذي أخذه المصرف من طريق الربا لا يتعلق التحريم بذات المال، وإنما التحريم متعلق بذمته. فهذه 100 ريال أو 500 أو 10 التي أخذها بالطريق المحرم لا يتعلق التحريم بها، وإنما يتعلق المال المحرم بالذمة، سواء كان للأشخاص من الأفراد أو للشخصيات الاعتبارية. ولهذا لما تصدق على بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فحكم الصدقة لم يبقى على المال، وتغير حكم المال بتغير نوع التعامل المتعلق به. ويدل على أن الشخصيات الاعتبارية لها محل في الفقه الإسلامي عدد من الحوادث والوقائع والنصوص، وأضرب لذلك أمثلة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الحديث يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، فإن المالين
إذا جمع واختلط أصبح بمثابة مال واحد جديد، فأصبحت هذه الشركة في مال بهيمة الأنعام بمثابة شخصية اعتبارية مستقلة. ولذا لو كان عندنا شخصان لكل واحد منهما 30 من الغنم، لو انفردا لما وجب عليهم شيء في الزكاة، لأن نصاب زكاة الغنم إنما يبتدئ بال40 شاة، ولكن إذا اجتمعا أصبح مجموع ما لديهما 60، وهذا قد تجاوز النصاب، وبالتالي يجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن مال الخلطة أصبح شخصية اعتبارية مستقلة. وهكذا بالنسبة لبيت المال، فإن بيت المال قد كان موجوداً في زمن النبوة وزمن الخلفاء الراشدين، وبيت المال له شخصية مالية مستقلة، وهو يقترض ويقوم بإجراء عمليات مالية مختلفة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسلف البعير والبعيرين إلى 3 من مال الصدقة. وهذا دليل على أن الشخصية الاعتبارية قد جاء الشرع باعتبارها وبإثباتها وببناء الأحكام الشرعية عليها. وحينئذ نبين أن الأموال المحرمة على 3 أصناف، الأموال المحرمة على 3 أصناف. الصنف الأول مال محرم لذاته، فهذا لا يجوز إجراء التعاملات المالية فيه، ومن أمثلة هذا الخنزير والخمر، فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها مهما اختلف سبب الملك فيها. والنوع الثاني من أنواع المحرمة ما كان تحريمه لتعلق حقوق الآخرين به، من مثل المال المغصوب والمال المسروق والمال المنهوب ونحو ذلك، فهذا لا يجوز لغاصبه أن يتعامل به، أن يتعامل فيه. وهكذا لا يجوز لأحد أن يتعامل مع غير مالكه فيه. فلو وجدت سلعاً غلب على ظنك أنها مسروقة، وجدتها تباع في السوق، لم يجوز لك أن تشتريها. وجد في السوق جوالات ذات قيمة عالية تباع بقيمة ضعيفة قليلة، غلب على ظني الإنسان أنها مسروقة، في هذه الحال لا يجوز له أن يشتريها من ذلك الذي غلب على ظنه أنه سرقها أو غصبها، وإنما يجوز التعامل فيها لمالكها الأصلي، لمالكها الأصلي، لأن هذه السلعة مملوكة له، فجاز له أن يتصرف فيها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس عندك. والنوع الثالث من أنواع الأموال المحرمة ما كان تحريمه بسبب كسبه، لا لذاته ولا لتعلق حقوق الآخرين به. فهذا النوع ليس محرما لذاته، وإنما التحريم يتعلق بالذمة، ولذلك كان ذلك المال مما يجوز للإنسان أن يتعامل فيه. ومن أمثلة ذلك ما لو استعاض أو باع إنسان بيتاً بـ1000 ريال، فاستلم الـ1000 ريال، ثم تبين أن العقد غير صحيح وأن العقد باطل لمخالفته للشرع أو لكون البيت ليس مملوكاً لبائعه، فهذا المال 10 ريالات أو 100 ريال ليس التحريم متعلقاً بها بذاتها،
وإنما التحريم يكون متعلقا بذمة صاحبها، ولذا عند ضمانها لا يلزم أن يدفعها بعينها، ويجوز له أن يدفع أمثالها. وبالتالي نعلم أن هذا النوع الثالث لا حرج في التعامل مع صاحبه، وإن كان الأولى بالإنسان أن يتورع من هذا المال من أجل أن لا يكون معيناً على أصحاب هذه التعاملات المحرمة ليستمروا في معاملاتهم المحرمة. وبالتالي نعلم أن هذه المصارف لها شخصية مستقلة، ولكن لا يحكم على مصرف بأن جميع معاملاته على التحريم أو على الإباحة، وإنما يفصل في معاملاته، لكل معاملة حكمها على الاستقلال. وكون الشخص سواء الشخص الحقيقي أو الشخص المعنوي إذا تعامل بمعاملة محرمة لا يعني ذلك أن جميع تصرفاته أو جميع أمواله تكون على التحريم. وحينئذ نبين أنه يحسن بالمصارف والبنوك أن تقوم بتأليف لجان شرعية وهيئات تتحرى التعامل المباح، وتوصي البنوك باستعمال ما جاز شرعا وترك ما لم يجز شرعا. ولكن هذه الهيئات الشرعية ينبغي أن يلاحظ فيها أنه لا يضم إليها إلا من كان لديه شخصية اجتهادية، من كان لديه أهلية اجتهادية لمعرفة الأحكام الشرعية. والأهلية الاجتهادية تكون مبنية على أربع صفات. الصفة الأولى كون ذلك الشخص قد عرف قواعد الاستنباط وعرف قواعد أصول الفقه وتمكن من تطبيقها على النصوص لاستخراج الأحكام منها. فمن لم يكن عارفا بهذه القواعد فليس من أهل الفقه وليس من أهل الاجتهاد، ولا يصح أن يكون عضوا في مثل هذه اللجان يستمع إلى قوله ويبنى على ما يخرجه من فتاوى وأحكام. والنوع والشرط الثاني أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية الواردة في المسائل التي يراد الاجتهاد فيها. والشرط الثالث أن يكون عارفا بمسائل الإجماع لئلا يجتهد في مسألة وقع الإجماع فيها فيخالفهم. والشرط الرابع أن يكون عنده من معرفة لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الواردة في تلك المعاملات التي يريد الاجتهاد فيها. وإذا وجد مثل هذه الشخصيات الاجتهادية في هذه الهيئات الشرعية كان هذا من أسباب براءة الذمة للقائمين على المصارف والمساهمين فيها. والأصل أن الإنسان لا يأخذ بفتوى كل أحد، وإنما يأخذ بفتوى من يثق بعلمه وورعه. فمتى وثق أفراد الناس بأفراد هذه الهيئات جاز لهم الاعتماد على ما يصدرونه من فتاوى وقرارات. وأما إذا كان الأشخاص مجهولين لا يعرفهم ذلك الشخص الذي يريد أن يتعامل مع المصرف، وجب عليه في هذه الحال أن يتأكد مما يصدرونه من فتاوى وقرارات بسؤال من يثق فيهم. وحينئذ نوصي في هذا الباب أن يكون هناك معيار
يميز به أنواع المصارف والبنوك، يتعلق برغبة هذه المصارف في التحقق من موافقة أعمالها وتعاملاتها للشرع، بحيث يعطى لكل مصرف نسبة معينة من 100، فيكون هذا من أسباب تحقق الأشخاص من هذه المصارف. فإن من المعلوم أنه ليست جميع المعاملات المالية على التحريم والمنع، وليس كلها على الإباحة، ويوجد فيها اختلافات، فهناك نسبة وقع الاتفاق على إباحتها، ونسبة وافق على الاتفاق على منعها وتحريمها، وهناك نسبة يقع الاختلاف فيها. وبالتالي ينبغي وضع معايير لهذه المصارف، كم نسبة ما تحروا فيه المعاملات المتفق عليها، وينبغي أن يكون اعتبار هذه النسبة من عدد المعاملات التي أجريت، لا من عدد أصول هذه المعاملات. وأيضاً يحسن في مثل هذه المصارف أن يكون عندها موظفون يقومون بالرقابة الشرعية على جميع التعاملات التي تقوم بها هذه المصارف، وينبغي أن يحدد نسبة ما تشمله أعمال هذه الرقابة من أعمال المصارف. والقائمون على لجان المراقبة ينبغي تدريبهم تدريباً شرعياً، وقيام اللجان والهيئات الشرعية بإعطائهم للمعاني والأوصاف التي تبنى عليها الأحكام، بحيث يتمكنون من تحرير أنواع المخالفات التي قد تقع فيها مثل هذه المصارف. إن العبد المؤمن حريص في معاملاته على أن يكون ما يدخل إليه ويدخل إلى الناس مما أبيح شرعا، وبالتالي يكون هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال، ومن أسباب البركة في الأموال والنماء فيها، ويكون هذا من أسباب جعل المال من أسباب حصول الإنسان على الأجور والثواب يوم القيامة. فإن العبد ينتفع بماله متى تحرى فيه الحلال وأنفقه في أنواع الطاعات. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا جميعا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يجعل القائمين على المصارف والبنوك يتحرون الحلال المباح في تعاملاتهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لإلزام المصارف بالعمل بما يكون مباحاً وترك العمل بما يكون محرماً، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليماً كثيراً.